قاعدتنا دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع امس تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات القوميه للصحه، خاصه الاعمال الجاريه لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينه طبيه عالميه. ايضا تابع سيادته تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقه الدوله والدعم الطبي اللي بتقدمه مصر لاهالي قطاع غزه. كمان امبارح اصدر مركز معلومات مجلس الوزراء اصدر تقرير بيتكلم فيه عن معدن الكوارتز واهم الصناعات اللي بتدخل فيها داخل الدوله المصريه، بالاضافه للدول الفاعله في تصديره واستيراده. قال التقرير انه مصر من اكبر دول العالم اللي بتمتلك مخزون ضخم جدا من الكوارتز بنسبه نقاء تصل الى حوالي 99.9%، عشان كده بيعتبر ليه ميزه تنافسيه كبيره على المستوى العالمي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، خاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية. أيضاً تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد عن 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض. أيضاً تم مناقشة الدعم الطبي اللي بتقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، وتم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة المتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز وأهم الصناعات اللي بيدخل فيها والدول الفاعلة في تصديره واستيراده، بالإضافة للتطرق للتجارة الخارجية لمصر فيما يتعلق بمعدن الكوارتز والجهود المبذولة لاستغلال هذا المعدن. وأشار التقرير إلى أهم الجهود المبذولة لتنمية صناعة الكوارتز في مصر، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم اللي بتمتلك مخزون ضخم من المعدن، كما أنه يتميز بنسبة نقائه العالية اللي بتصل ل 99.9%، مما يجعله يتمتع بمزايا تنافسية عالية على المستوى العالمي. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة في إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال حرس الحدود، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام اللي بتوكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة اللي بتحمي حدود الوطن وتصون مقدساته. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من البحر الأحمر. تم تخصيص حوالي 6 مراكز لتلقي لقاح الإنفلونزا تجنباً لتداعيات الموجة الباردة. في محافظة القليوبية تم وضع حجر أساس إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة. أما في شمال سيناء فتم تدريب فتيات مبادرة نتشارك على الحرف اليدوية في مراكز الشباب، وفي الدقهلية تم مناظرة 2900 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر أعلنت إدارة المستشفيات أن صحة المحافظة قامت بتحديد 6 مواقع لتلقي لقاح الإنفلونزا في مدن البحر الأحمر، وهي مكتب صحة راس غارب ومكتب صحة الغردقة ووحدة سفاجة الصحية ومكتب صحة القصير ومركز صحة أسرة مرسى علم ووحدة الشلاتين الصحية. في القليوبية شهدت المحافظة وضع حجر أساس إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبرا الخيمة، حيث تقام على مساحة 1762.6 متر مربع بحي غرب شبرا الخيمة وبتكلفة إجمالية حوالي 60 مليون جنيه.
في شمال سيناء أعلنت مديرية الشباب والرياضة أنه بيتم تدريب الفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية داخل مراكز الشباب ضمن فعاليات مبادرة نتشارك لتعليم الفتيات على تعلم الحرف اليدوية. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ قافلة طبية في غيادة الشرقية مركز بيبا مكونة من 7 عيادات في تخصصات البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة. خلال القافلة تم الكشف على 1481 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في كفر الشيخ تم إجراء القرعة العلنية لبكيات السوق الحضري الجديد بأرض الثقافة القديمة بحي شرق كفر الشيخ لعدد 151 بكية، ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد توقيع العقود والتسكين لجميع المستفيدين. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 2908 حالة خلال الشهر الماضي، وده تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وده على النحو اللي بيكفل وصول الخدمة للمناطق النائية.